اهلا بكم بحلقه اخبار، حلقه شيء جديد. يعني قولوا لي اذا بتحبوا هذا النوع من الحلقات. بس موضوع مع اليوم عندنا مواضيع كتير بصراحه. عندنا موضوع قناتنا الجديده، قناه عمر جي تي، وشو اخبارها، ربط وتكمله لموضوع بيع قناه الوان جنجن ون اللي حكينا فيه من قبل واعطيتونا رايكم فيه. عندنا اخبار عن منصه ميكسر اللي احد من اشهر الستريمرز بالكره الارضيه راح عليها، يلي هو نينجا، وفي منهم شراوت كمان. شو صار بهالمنصة وهي تابعة لمايكروسوفت، وسكرت ولا ما سكرت، وشو حيصير بعدين، يعني شو الفولو اب تبع الموضوع، والعقود يلي هي 30 مليون دولار لنينجا، 10 مليون دولار لشراوت، العقود الجديدة يلي بدهم يعملوها ب 60 مليون. في عالم يقول لي يا عمر ليش عم تعمل مقاطع كليك بيت يا أخي، مالك ليك بيت، هاي مالك ليك بيت، هاي هي الحقيقة. حنشوف مع بعض بعد شوي العقود. 30 مليون، 30 مليون دولار، هاي العقود كلها يلي انعقدت وعملوها هدول اللاعبين. في ناس بيقولوا لي معقول بثلاث شهور بتاخد 30 مليون مثلا؟ بقول لك في أكتر من هيك بكتير، هدول بس مجرد عقد لنقل منصة. في عندك الدعايات والإعلانات، يلي بحب هدول قصص الأرباح تبع عالم التويتش وعالم اليوتيوب. أنا عامل سلسلة اسمها سلسلة أرباح اليوتيوب والتويتش، روحوا شوفوها، بتشوفوا الأرقام على حقيقتها وشلون بتنحسب وشلون بتصير. يعني هي 30 مليون فينا نقول لسه ربع أو ثلث الأرباح يلي بتكون بالتوتال هدول العالم. عشان هيك الستريمرز الكبار هن من أغنى لاعبين رياضة إلكترونية أو الفيديو جيمز بالعالم. يعني بيفوت تصنيفهم مع ناديك مرة انفلجت مثلا، بياخدوا مصاري أكتر من رافائيل نادال ملك كرة الصفراء مثلا، أو واحد من ملوك كرة الصفراء. هو فيدرر هو الملك أرباح على مدى الحياة، بس نادال كمان منيح لاعب ستريمر بياخد أكتر من نادال، شغلة كتير كبيرة. بدنا نحكي عن قناة عمر جي تي. طبعا قناة هاي اللي عملناها جديدة، الفولو أب هذا هو التكملة تبع موضوع بيع القناة تبعنا. قلنا انه اجانا بائع القناة واحد يشتري، حكينا اخذنا رأيكم نعمل قناة جديدة ولا ما نعمل. بدنا نبلش المقطع انه نحكي عن هذا الموضوع، والنص الثاني المقطع نحكي عن موضوع الميكسر وشراوت ونينجا. طيب هلا بالنسبة لهاي القناة يلي صار معنا، ما عاد اقتراحاتكم، اغلب الناس قالت لي يا عمر خليك على موضوع انك تبيع القناة وتبلش قناة جديدة، منه بتزبط اللوغاريتم تبع اليوتيوب، منه بتنطلق عن ضيف وهالاشياء هاي. والله طلعنا هيك، قلنا جتنا فكرة جديدة انه بدل ما نستنى لناخد قرار بيع القناة يلي هو بواحد شهر، يعني لسه بقيان اسبوع، قلنا لحالنا. في ناس بتقول لي شو صار ببيع القناة؟ يا اخي اذا انت ما عم تتابعنا شلون بدك تعرف؟ تكون شايف كل المقاطع اللي تعرف بكل الأحوال. إذا واحد سأل أنت إذا شفت هذا المقطع جاوبه بالكومنتات. المهم ما علينا، قلنا لحالنا تعالوا نعمل فكرة كتير جديدة مشان ما نبيع القناة بعدين نبلش بقناة جديدة وننصدم. خلينا نبلش قناة من هلأ، وللتنويه لا تشترك بالقناة ولا تفوت عليها إذا أنت ما بدك تتابع، هيك أنت بتكون عم بتضرنا إذا فتت عملت سبسكرايب وما تابعت المقاطع كاملة من الأول للآخر. وهذا فعليا اللي صار، مو هذا اللي ما صار. المهم بقى إذا بتحب أنت تختيمات ألعاب 2020 جديدة، ممكن ألعاب تريند بس تكون جديدة، يعني القديمة خلص. إذا بتحب برول ستارز كلاشويل ما في هيك شغلات، هدول كلهم بيكونوا موجودين بقناة الوان جنجن ون، بس قناة جديدة ما موجودين بهذا الأسبوع حاليا أبدا ولا بعدين، موضوع تاني بده يكون. المهم بقى كملنا وعملنا القناة وأعلننا عنها، بعض الناس اشتركت بالقناة، ومثل ما ملاحظين هلأ هون عدد المشتركين هو 902 سبسكرايبر بوقت تسجيل هذا المقطع اللي هو حينعرض اليوم فعليا. هذا الرقم هو عدد السبسكرايبر، ما بعرف انتو بتلاقوه قليل ولا كتير، اكتبولي بالتعليقات. وإذا عندكم أي ملاحظات أي أشياء أي يعني تعديلات اكتبوا لي. ولكن المشكلة اللي صارت معنا انه فعلا اول حلقة كانت رائعة، هلا انا شفت بعد ما نزلت الفيديوهات كلها انا تابعتها وشفتها وانا شخصيا حبيتها، ولما اليوتيوبر بيحب الشيء اللي منزله ما بيندم على شيء. ولكن اول حلقة هي الحلقة الوحيدة اللي كان فيها المشاهدات اعلى من السبسكرايبرز، وهذا هو اللي بدنا اياه.
وهذا الشيء يدل انه في انطلاقة. ولكن الحلقة الثانية والسلسلة الثانية كمان اللي بلشناها مشاهداتهم اقل بكثير من السبسكرايبرز، وبالتالي هون اليوتيوب ببلش شو بيقول، بيقول هاي القناة عندها سبسكرايبرز كثير، مشاهدات قليلة ما حانشرها. اللي عم تشاهدوا المقاطع ما عم يعملوا شير للمقطع. شفت عداتها ما جهزتها، اذا بدكم بفتح لكم اياها المرة الجاي. حتضحكوا انه مو بالفيديو، بالثلاث فيديوهات ما في غير 4 شيرات، بالثلاث فيديوهات ما في غير 4 اكتف شير. هلا في عالم عملت شير ممكن، بس عملوا شير باماكن ميتة، وبالتالي ما حدا كبس على اللينك تبع الشير تبع الفيديو او القناة او اللي هو. بس الناس اللي كبست على اللينك الشيرات يمكن يكونوا مو مشاهدين، يمكن يكون انا، لانه انا شيرت على الفيسبوك. تابعوني على وسائل التواصل حاليا على @1JenJen1، شيرت على الفيسبوك، شيرت على الانستغرام، شيرت على تويتر. يمكن انا صاحب الاربع شيرات، يمكن ما لهم ولا مشاهد، وبالتالي المشاهدين ينشروا مع عنا. اليوتيوب انه ينشر لنا، اليوتيوب ما بتوقع ينشر لنا او نشر لنا غير اول مقطع، لانه بين معي كمان الداتا. هدول المقطعين نزلوا وماتوا. هلأ هون السؤال، هل نكمل ولا نلغي موضوع البيع نهائيا ونرجع على قناة الوان جن جن ون؟ لأنه يلي صار هون هو ما كتير بيشجع انه نكمل، لأنه هاي الطريقة بده يصير معنا مشكلة قناة الوان جن جن ون بس على أصغر. يعني لسه بيصير في عندك شيء اسمه العامل النفسي تبع المشاهد، مشاهد العربي أو أي شيء، أو أي مشاهد بالعالم. أنت لما تشوف قناة عندها 230,000، حتى لو الفيديو ما عليه مشاهدات، حتى لو شو ما كان، ممكن تتشجع أنك تفوت وتشوف. لما تشوف قناة عليها 900 سبسكرايبر وما في عليها مشاهدات للفيديو، حتقول هاي قناة بلا طعمة، يعني ما حتفوت عليها. سو هاي نقطة كتير مهمة. كنت مجهز وما زلت مجهز مقطع كل يوم الساعة 6 لنزله بالقناة. هالمفاجأة اللي صارت خلتني بطئ، لأنه بصراحة إذا ضلت عم نزل وضلت الأرقام بنزول، هاي القناة فعليا ماتت. قلت لحالي شو أنا بخيل ما بتنزل؟ لا، قلت لحالي يلي صورتهم إذا لغينا موضوع القناة برجع بعملهم أبلود وبنزلهم على قناة الوان جن جن ون، إذا ما بعناها منكمل فيها. بكل الأحوال خبيصة شوي، ولكن قلوا لي رأيكم كالعادة. بشوف رأيكم بالكومنتات، بقرأ كل الكومنتات كالعادة، وبشوف شو بدي ساوي بهاي القناة. في ناس قالت لي انتبه لمواضيع مثل جرافيك مونتاج كذا. يا أصدقائي، الجرافيك اللي عاملينه يعني هاي الصورة أو هي كل صورة من هدول عم تاخد معي 2-3 ساعات، وكتير عم حاول دقق على ألوان، على درجات، على فونت، على كل شيء. الجرافيك تبع هالصورة باختصار ما في عندي بالداتا أي حدا أصلاً إجا لهي الصفحة ليفوت. يعني أنا فوق هاي الصورة اللي فوق مالي كتير مشتغل عليها، لأنه لسه بكير لنوصل لهي المرحلة. المرحلة اللي عنا هي بس الثامنيل والعالم تفوت. بالنسبة للمونتاج، فتت على المقاطع حضرتهم أنا كاملاً من الأول للأخير، ما لقيت تقريبا الثواني اللي لقيتها عملت لها كت. باي ثواني تانية اذا بتنشال بتروح يا جمله مفيده انا قلتها، يا شيء له علاقه بالقصه، يا اما انك تعيش انك انت عم تلعب اللعبه. فهمتوا شو قصدي؟ انك انت مشيت فجاه عند وحش، فجاه عند ما راحت بقى هذا. وحتى كبار يوتيوبرز الاجانب عاملين نفس هذا المحتوى اللي انا عامله، هي بفيلم اختي ضاعت او بفيلم هاجمني وحش مرعب مثلا. اذا فوت قارنه، هذا هيك لك مرة، فوت قارنه باكبر يوتيوبر. انا شفت يوتيوبر بصراحة بريطاني بحكي الاكسنت الانجليزية البريطانية، وشفت ما بعرف، يعني بقلكم انه حبيت مقطعي قده اكتر، ما بقدر، بس ما بدي اقول انه هو احسن مني بالمقطع، ما في اي شيء فارق. في ناس تقول لي انترو ما انترو كذا، هات الشغلات كلها ما بتعملها بقناة 900 وهيك شغلات بتعملها هو عم بيساويها. هذاك هو عنده 6 مليون اللي أنا قارنت مقطعي فيه، وعنده فريق عمل. رغم هيك قدرت أنه قارن المقطع وانبسطت بالنتيجة. مشان هيك هي بالنسبة لموضوع القناة، معنا أسبوع، قلوا لي شو نعمل، قلوا لي شو رأيكم. وأنا عندي إكمالة المقاطع، يمكن اليوم نزل حلقة كمان لنشوف، بأنه أنتوا اجيتوا ممكن تشوفوا الحلقة. بس إذا أنتوا ما بتحبوا هذه الشغلات لا تروحوا، لا تعملوا اشتراك لا شيء، بكون تكونوا مشتركين وأنتوا حابين. هدول الناس ضرونا بدل ما يفيدونا، يعني الناس يلي إجت عملت سبسكرايب هون ضرتنا بدل ما تفيدنا. كان لازم يكون عدد السبسكرايبر هون
250-300 مشان يضلوا تحت الفيوز مشان الأمور تتحسن. فهمتوا شو الفكرة؟ بس ما بنعرف، ممكن بأي ثانية، بنعرف لوغاريتمات اليوتيوب خصوصا القنوات الجديدة، ممكن بأي ثانية ينشر هدول الشغلات وتتغير الحياة. عم نستنى ونشوف. حتى اسم عمر جي تي لحنا لسه ما لنا مربوطين فيه بشكل كامل كامل، ممكن نغيره، بس هو مبدئيا حلو وله معاني كتير. بيوم من الأيام نكشف عن معنى الجي تي باختصار لشو. في ناس قالوا اختصار للعبة، في ناس قالوا يعني كذا اسم لعبة، في ألعاب سيارات جراند توريزمو، في ألعاب، في تعديلات سيارات، في دراغون بول جي تي، منه أنا حاطت صورة دراغون بول فوق، في جيمينج تكنولوجي، في كتير شغلات نحكي فيها بعدين. نجي للخبر يلي هو مكسر وأغلاقة، وهو الخبر يلي هاخد أقل شوي بالحلقة تبعنا لأنه مو متعودين على موضوع الأخبار. إذا حابينه لنكمل، هي الصفحة الرسمية للتويتر تبع المكسر، وهون بيقولك إنه مكسر بشكل رسمي وقفت، حتوقف وحاطين تحت الديت هو 22 الشهر، يمكن 22 جولاي. المهم كل الناس اللي عندها حسابات مكسر هلا اذا بفوتوا عليها، خصوصا الكبار ومنهم نينجا وشراود، حيفوتوا ما تقدر تحضر بثوثهم هنيك، حيصير يبعتك لعند الفيسبوك جيمينج، لانه مكسر تعاقد مع الفيسبوك وصاروا فريق واحد. وبالتالي هون السؤال لكم، هل تتوقعوا انه فيسبوك بده يصير منصة بس العاب قوية جدا بالاشهر القادمة ولا لا؟ هذا الشيء ما هيكفي. هذا لا يعني انه نينجا او شراود هن انتقلوا لرحمة الله تعالى، لا يعني انه انتقلوا لفيسبوك جيمينج ابدا، الحياة ما لها هيك. ما قريت كتير، انا هذا كله قريته بس ما قلت لكم غير، ما بعطيكم غير الزبده. الفكره انه السيد نينجا المحترم هو وشراوت، لا بتفهموا شو 60 مليون و20 مليون، بس نينجا وشراوت هلا هن احرار ليرجعوا ويعملوا بس باي منصه بيعوا حابين يتعاقدوا فيها، لانه هن عقد الممضي هو عقد انه هن يعملوا بس حصري مع ميكسر، وهذا العقد كل واحد له مدة معينة، ممكن سنة ممكن سنتين يلي هو. المهم هذا العقد إذا ميكسر وقفت بحق لهم هن بياخدوا مصاريهم، هن أخدين مصاريهم وبيروحوا لوين ما بدهم. ممكن يعملوا عقد مع فيسبوك، ممكن لا، ممكن يرجعوا لتويتش، ممكن لا. هلأ أنا رأيي الشخصي نينجا يروح على تويتش هاي كتير صعبة، ما لا كتير هاد، لأنه النهاية بيناتهم ما كانت حلوة، كانت نهاية قذرة يعني. التويتش سكروا له حسابه كله مشان ما يقدر يقول للعالم، قاموا له الفيريفاي تبعه، صار مشاكل معه. بدي يبلش على تويتش بدي يكون اسمه غير نينجا بتوقع هلأ، أو نينجا شي، موضوع معقد. بينما شراود النهاية كانت طيبة بينه وبين تويتش، بقى شراود ممكن يرجع على تويتش. أنا رأيي الشخصي نينجا هو مشهور كتير عالميا، وهلأ حيجي عقد كتير كبير من فيسبوك، وهون محطوط هلأ عقود القديمة هي كانت 30 مليون دولار من ميكسر لنينجا، و10 مليون دولار من ميكسر لشراود. إذن هاي الأرقام يلي أخدوها هدول الاثنين، وهي ما قعدوا بالمنصة غير 3 شهور، وبالثلاث شهور عملوا هاي الأرقام المرعبة. إذن بثلاث شهور فقط أنه خلاص العقد انفسخ، ما دخلهم هن عاملين عقد على هذا الأساس. هلأ الفكرة كلها وين؟ أنه هن حيجيهم عقود جديدة، نينجا حيجي عقد بدبل العقد القديم تبع ميكسر، وقيمته 60 مليون دولار ليدخل على فيسبوك جيمينج. شراود حيجي عقد ب 20 مليون دولار ليدخل على فيسبوك جيمينج. حتضحك وانا عم بقول لكم رايي، رغم هالعقود انا رايي الشخصي نينجا ما حيرضى بهذا ال 60 مليون، وحيعتبرهم رقم قليل ما حيرضى فيه ليفوت فيسبوك جيمينج. شراود حيلاقي ال 20 مليون دولار العقد الجديد بفيسبوك جيمينج كمان رقم قليل وما حيفوت فيسبوك. طب شو حيعملوا انت برايك يا عمر؟ انا رايي شراود قولا واحدا حيروح، حيترك ال 20 مليون لانه حيطلع اكثر منهم بكثير اذا راح على تويتش اجين. اذا شراود اذا راح على تويتش كثير منيح. اما بالنسبه لنينجا هو يعني
بتوقع ممكن يهزهزوله الأموال يزيدوه شوي لحتى يقنعوه ينزل، بس أنا أتوقع أنه هو ما حيروح على فيسبوك جيمينج، توقع شخصي، وما حيروح على تويتش لأنه صار عنده مشاكل كتير بتويتش. توقع الشخصي بالمرتبة الأولى أنه هو يروح على يوتيوب أجين، يرجع على المنصة يلي هو عنده فيها ملايين السبسكرايبر وملايين المشاهدين. ما بعرف عنده 25 مليون تقريبا سبسكرايبر، وهو رقم كتير كبير، وبالتالي هو أي فيديوهات حينزلها مو بس حيصير عنده مشاهدات لايف بالستريم، حيصير في عنده مشاهدات كتير قوية كمان على الفيديوهات اللي بتنزل بعدين، يعني بيجروا بعض، حيطلع أرقام أكتر بكتير من هالستين مليون على مدار السنة. أنا عم بيكون هذا الشيء سلفا، برجع بقول بهمه أرقام، هي يعرف هالأرقام المرعبة، هي شلون سلسلة أرباح اليوتيوب والستريم موجودة وعاملين الأرباح لعرب كتير مثل مصطفى جيم أوفر وبندريتا وراكانو، ستريمر سعال تويتش ويوتيوبر على اليوتيوب، بيوديباي الأجنبي، يعني عاملين كل شيء وأنا عامل لحالي أصلا. المهم بقى هاي هي الأخبار. قلوا لي إذا بتحبوا تسمعوا هالأخبار وتسمعوا هالشغلات وتسمعوا آراء، وبحب كتير إني اسمع آراءكم تحت. إذا هلأ ما عملت لايك عمل لايك واشترك بالقناة، ويلا نراكم قريبا إن شاء الله.